يعني نحن قد نتوهم أن الدين يا أخي صوم وصلاة وحج وزكاة، لك يا أخي هي عبادات شعائرية، هي عبادات شعائرية. العبادة التعاملية خطيرة جدا، لها نص فريد من نوعه. لما النجاشي سأل سيدنا جعفر عن الإسلام قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، أي الجاهلية، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف، والنسب فوق كل هذا تاج. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا النص الدقيق جدا هو العبادة التعاملية. أخواننا الكرام، أتمنى على الله أن هذه الفقرة التي تلي الآن لعلها أخطر فكرة في هذا اللقاء الطيب. العبادات الشعائرية منها الصلاة والصيام والحج والزكاة والنطق بالشهادة، هذه العبادات الشعائرية على أنها فرائض لا تقطف ثمارها ولا تحقق أهدافها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. يعني أنت بتقول 1,800,000,000 مسلم ليست كلمتهم في الأرض هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل، وقد يواجه هذا الدين حربا عالمية ثالثة. طيب أين الخلل؟ أين الخلل؟ الانتماء الشكلي إلى الدين لا يقدم ولا يؤخر. طبعا لو الكعبة بصدر بيتك شيء رائع جدا، بس ما بتكفي. مصحف في السيارة ما بيكفي، مسبحة بيدك ما بتكفي. منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. افعل ولا تفعل، كسب مالك في تشريع، انفاق مالك في تشريع، اختيار زوجتك في تشريع، تربية أولادك في تشريع، اختيار حرفتك في تشريع، أصحابك، تمضية أوقات فراغك في تشريع. هذا منهج يدور معك حيث درت، يبدأ من أخص خصوصياتك وينتهي بالعلاقات الدولية. هذا الإسلام، هذا الإسلام لن تقطف ثماره إلا إذا أخذ من كل أطرافه. تختار عبادة لطيفة سهلة، لكن عام 33 عمرها ما شاء الله، تركب طيارة، تروح على فندق، أكل درجة أولى، بطوفة 7 أشواط، عملنا عمرها، كلفت مال فقط. أما يا ترى في غض بصر؟ في ضبط لسان؟ في ضبط عين؟ في ضبط دخل؟ ضبط إنفاق؟ هاي البطولة. في منهج تفصيلي لا بد من أن تأخذ به. ولعل هذه الحقيقة مرة، وأنا والله سامحوني أنا أؤثر الحقيقة المرة لأنها عندي أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. يعني إذا واحد معه شيك مزور ب1,000,000 دينار مثلا، إذا عرفه مزور بوقت مبكر وما أبرزه على المصرف، أفضل لما يتوهموا أنه صحيح ويقدموا يحطوا 10 سنوات بالسجن. شو قوله؟ لازم تعرف دينك شو مستواه. ألا ترى معي أن وعود الله معطلة؟
معنى ذلك نحن لسنا كذلك، لسنا كما ينبغي. اسمع القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بربكم. هل نحن مستخلفون في الأرض؟ لا والله، هذه الحقيقة المرة. كما استخلف الذين من قبلهم قانون، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا الدين ممكن أم يواجه حربا عالمية ثالثة؟ هذه الحرب الثالثة كانت تحت الطاولة، اليوم فوق الطاولة جهارا نهارا. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فإذا أخل الطرف الآخر بما كلفه الله به من عبادة، فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث. إذن أيها الإخوة، وعد الله زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. يا أخوان، 1,800,000,000 نحن، 1,800,000,000، ولن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. في عندنا خلل، خلل كبير وخطير. يعني ديننا فولكلور، كعبة، مسبحة، مصحف، بسملة، تكبير، شيء لطيف، بس الدخل حلال. يعني إذا ما عمل مواد غذائية، في عندنا مادة غذائية إن وضعت فيها مادة مسرطنة ببيض لونها بيرتفع سعرها. يلي عم بيصلي 5 أوقات ويتابع الدروس كلها بالمساجد، عم يضيف لها المادة الغذائية مادة مسرطنة حتى يبيض لونها ويرتفع سعرها، بيكون عارف الله عز وجل؟ لا والله، لا والله ما عارف الله. فلذلك إخواننا الكرام، لا يمكن لإنسان عرف الله أن يؤذي مخلوقا، ما بيقدر. ما في غش المسلمين، ما في يكذب، ما في يقدم بضاعة بمواصفات غير صحيحة، ما في يطلب من الشركة أن تضع له على هامش القماش أنه صنع في بريطانيا، هو صنع في تايوان، ما بيقدر يساويها. الغش خطير جدا، هذا الغش قول الزور. هذا إذا كان معظم بضاعتنا فيها غش، أكثر بضاعة بيكتب لك made in Germany، هي شغل الصين، بيكتب لك إياها وأنت عم تبيعها على أنه ألمانية، قطع سيارات ألمانية غالية كثير. فأنت لما عم تخالف الشرع ببيعك وشرائك، ويصف دينك. إحنا في عنا إسلام فولكلوري، ما في استقامة، ما في توجه إلى الله، ما في إخلاص. العالم الإسلامي المفروض أن تكون بيوتنا جنة، مرأة مؤمنة وشاب مؤمن، في غض بصر، في ضبط لسان، ما في أشياء متفلتة بالبيت، لكن الوضع ليس كذلك. فنحن كأنه اكتفينا من الإسلام باسمه ومن القرآن برسمه.